ايوه طبعا. ده عرضناه قبل كده بس برضه عشان ايه الناس اللي ما حضرتش قبل كده. ده هولتر، في الهولتر هو باين العيان بيجي له فريكوينت بي اي سيز واضحه، واحده منها دخلته في الاس في تي. الاس في تي لها شكلين، مع السرعه حصل رايت باندل برانش ديبندنت، بيسموها ايه باندل برانش ريت ديبندنت باندل برانش، وغالبا بتبقى رايت باند لو افترضنا ان ده في واحد وده في ستة. وبعد كده مع رغم ان السرعه ما اتغيرتش اختفت الرايت باند والاس في تي بانت. فدي طبعا ايه ما فيش حاجه اسمها في تي تتحول لاس في تي، غالبا هي ايه ريت ديبندنت باند برانش بلوك، واخده التيبيكال باترن عاده بتبقى واخده رايت باند باترن. ده اي سي جي مش عارف هو ادرينال مالفات ولا لا. ده عيان عنده 30 سنه واتاكس بالبيتيشن سيفرال يير، وده اي سي جي ديورنج الاتاك بس كان بريسلس لس ولو بلاد بريشر. طبعا واتس اي سي شو والتريتمنت، تريتمنت من غير ما نفكر هيبقى هيدا موديناميك كان ستيبل داخل على بالموني ديما وهايبوتنشن، هيبقى دي سي كارد فيرجن. انما المشكله بقى ان حد يقول على دي اس في تي ولا في تي. دي وايد كومبلكس تاكارديا تيك الليفت باندل برانش باترن. نلجا لبروجادا. بروجادا اول حاجه في الالجوريزم بتاعه قال ايه؟ بصوا على الفيهات من في واحد لفي سته، من في واحد لفي سته، نو ار اس في اني ليد تبقى في تاك. فعلا دي كيو اس، كيو اس ار اس صغيره ار، فدي بطريقه بروجادا 100% في تاك. ولو قلنا ايه السليرنج اللي انا قلت لكم قبل كده ما بيحصلش الا في الفي تاك، تلاقي في سليرنج ديورنج او نوتشنج ديورنج الاس ديسنت. وطبعا هو وايد شويه رغم ان هو رايت اكسس وده مش الطبيعي، رايت اكسس ده ان واحد في ال مقلوبه، لكن ايه البرودنينج اوف كي ار اس مع ال مع السريرنج ونور اس اكد ان هو في تاك. طبعا بطريقه الفور ليد كونسبت اللي احنا قلناها في اسم حاله الحرجه، ليد واحد او في سته نيجاتيف او في ليد واحد نيجاتيف، ويكون معاه انذر ليد نيجاتيف ايزر من ليد اثنين او في واحد. فعلا ده بالفور ليد كونسبت اللي هو ليد واحد واثنين وفي واحد في سته، في اثنين منهم نيجاتيف، فيبقى ده في تاك. وطبعا تريتمنت هيبقى ديس شوك. ده اي سي جي من الاشياءات القديمه قوي بتاعتي في الثمانينات لما كنت بعمل رساله الدكتوراه. وده الاي سي جي بتاع العيان ده كان جاي لي بيشتكي من فريكوينت رابيد بالبيتيشن. بعمل اي سي جي بان السبب بالبيتيشن، حد يقدر يتكلم؟ طبعا حد يقدر يجاوب؟ الاجابه واضحه جدا في ايه؟ دبليو بي دبليو. ايوه اسمها ايه بقى لما تيجي في امتحان تتكلم كلام ايه واضح؟ تقول اول تو بيت نورمال كوندكشن اوفر الهيس بيركنج سيستم، ثالث بيت وانت طالع كوندكشن اوفر اكسسوار. عرفنا ازاي؟ شورت بي ار ودلتا ويف. وطبعا ايه وباينه في الفيهات بوضوح. دي اول ضربه عاديه، دي اكسسوري طبعا هي مش فولي اكسسوري، بيسموها فيوجن ما بين الاكسسوري والنورمال كوندكشن. نفس العيان بقى جاب لي الاي سي جي وهو ايه عنده التاكي كارد. حتى لو احنا ما شفناش الساينس اي سي جي او النورمال اي سي جي بتاعه من غير تاكي كارد، نقدر نبص نشوف ايه في ويف افتر كي ار اس تدل ان هو دي الارثودرامي تاكارد اللي بتعدي انتجريدلي في الايفي نود هيسبركنجي وترجع ريتروجريدلي في الاكسسوري، فبتعمل ايه انفرتد بيف كل الليات وبتبقى افضل كي ار اس تفريقا عن الايفي نود الريانتري اللي بتبقى البي مش باينه لانها بتحصل اثناء الكي ار اس.
ده بقى ايه؟ عشان في نفس الجلسه نقدر نفرق بين نوعين من الليفت باندل وايد كومبلكس تاكيكارديا. الاولانيه كانت في تاك، دي بقى اس في تي. ليه؟ عشان اكل اهو. طب نو ار اس؟ لا، في ار اس من بدايه الار لنديره في اس اكتر 100 مللي سكند؟ لا ابدا، دول يطلعوا مربع ونص يعني 50 مثلا. طيب في اف سيشن؟ لا مفيش. السليرنج؟ مفيش سليرنج نازله. الويث ده يعني هو بوردر لاين 120، فدي اس في تي مؤكده ويز ليفت باندل برانش باترن او اندبندنت ليفت باندل. في المستشفى ادوله كوردرون، تحول الى ذا سيم اس في تي بس سلور ريت. في رسمه ثانيه بس انا ما حطيتهاش، قلب ايه ساينس ونارو كومبلكس، يبقى دي كانت ريت ديبندنت ايه باندل برانش بلوك. الساينس بتاعه كان حوالي 70 بعد كوردرون بقى نارو كيرس. معلش يا فندم، وطبعا احنا كنا قلنا السليرنج في 1 ممكن يبقى في الديسندنج او الاسندنج، لا مش كده؟ في الديسندنج بس، في اوله او في اخره او في نصه. انت اه نسيت في اوله تمام. او في اخره. اوكي، ده بقى اخر سلايد قبل ما نخلي الدكتوره نجلاء. اه لا، ده دول انترستنج يعني فور فان. اللي عن القهوه، هل القهوه كونسامشن لها كارديفاسكولار كونسيرن؟ ايه الموست اكيرت في دول؟ هل هابيتوال درينكينج بي انكريز الريسك فور اتريال فيبريليشن وفلاتر؟ طبعا حديثا طلع الكلام ده غلط، ما بيزودش الانسنس اوف الكحول. هو المشروبات الكحوليه هي اللي مؤكد بزود الاف. ريجولار درينكينج الكوفي اسيت سيجنيفيكنت انكريز ان بوث سيستوليك وديستوليك بريشر اند ديفلوبمنت اوف هايبرتنشن، برضه مش صحيح. اسوشيت سيجنيفيكنت انكريز ليفت اند رايت فنتريكل ان سيستوليك اند اند ستوليك فوليوم اند جريتر ليفت فنتريكل ماس. نعم. طب لما تخلص، ما تخلصي ايه؟ قوم من هنا، مش عايزاك تقعد. لا، فلي الميكروفون يا دكتورة. ده الإجابة الصحيحة دي أنا كنت مستغرب لها، إنها طلعت اللي هي درينك كوفي بتزود النفس في انتركا اند سيستوليك واند ستوليك. أنا مش عارف طبعا، حاجة عجيبة شوية. إنما الحاجات الجاية لذيذة. مين أكثر حاجة أكرت في الحاجات دي على تأثير الكوفي على تايب 2 دايبيتس؟ هتلاقي كل أسئلة إنه بينقص أو بيزود. هو الحقيقة الإجابة الصحيحة أول واحدة كوفي consumption as much as 6 cup per day associated with decreased risk of development of diabetes. والبحث أنا قريته بيقللها 31%، بس تشرب 6 قهوة في اليوم، ومش مهم كافينيتد ولا دي كافينيتد. Which most accurate regarding coffee neurological or psychiatric effect؟ دي كلكم هتقدروا تعرفوها بسهولة، إن هو نمرة 2 low high level of coffee consumption substantially reduces depression. واحد لما يكون مزاجه متعكر يشرب ايه؟ قهوة. Which most accurate regarding coffee and liver health؟ هل الكوفي decrease the risk for non-alcoholic fatty liver؟ ولا drink coffee shown to increase the progression of liver disease؟ ما لا، غلط. Discourage patient with metabolic associated liver disease to reduce the risk of bad serial consumption. ما غلط. Decaffeinated coffee has been shown to protect against chronic liver disease. أنا الحقيقة إيه الإجابة بتاعت دي؟ أنا مش عارفها. الكوفي associated with protection against chronic liver disease، دي الإجابة الصحيحة. آخر سلايد بس هو interesting. إيه بيقولوا بحث مش عارف انا هو فكر فيه ازاي، هل الهايبوكالسيميا افكت المورتاليتي في العيانين البلمون امبوليزم؟ ودي ريتروسبكتيف ستادي واتعملت على عيانين 187,000 عيان و989 كلهم في الناشن وايد ان بيشنت سامبل، كلهم دايجنوز كونفيرمد بلمون امبوليزم، و1556 كان عندهم هايبوكالسيميا. الهوسبيتال مورتاليتي كومبيرد، لقوا 12 ونص في اللي عندهم هايبوكالسيميا كومبيرد 2.9 في اللي ما عندهمش هايبوكالسيميا.
وكمان لا اللي عندهم هايبوكالسيميا عندهم زياده في الاكيوت كيدني انجري والريسبيراتوري فيلير والسبسيس والاريزميا. يعني البحث ما وضحش ايه الميكانيزم، لكن يعني فايندنج ساعات كتير ابحاث تلاقي فايندنج محتاجه ابحاث اخرى، بس العدد الكبير هي ضعفها انها ريتروسبكتيف ستادي، لكن يعني كان significance difference. طيب دلوقتي هستوب شير، والمره الجايه زي ما قلت لكم هنجيب الاي سي جيهات اللي دكاتره الزماله ال 100 دخلوا من اسبوعين قالوا انها صعبه، واثنين ايكو برضو موشن قالوا انه صعب، هحلها معاكم وهتشوفوا انها سهله، وهقول لكم ان انا علمت هذه الاسئله او اخترت ان اعلم دي بس عشان ايه اوضح ان هم معظمهم عدى وقدر يجاوبها ما عدا 6 7، لان كنا طبعا بندي 60% لاي حد جاب جزء كبير من الاجابه. هنوريهم المره الجايه، هم صعبين فعلا وهنحللهم كده ونشوفهم المره الجايه ان شاء الله. دلوقتي نقدم الدكتوره نجلاء هتقول